يقولون لك من الاسم ثلثين، واسمها المقام الوحيد الموسيقي المختلف بالعالم. يعني القرار مو مثل الجواب، متفردة. هي الحلو بحامض حلو، والألماس الأبد ما مكسور. بالكوميديا قسطة، وبالتراجيديا قسطة ونص وثلاثة أرباع ما حد يلحقها بس عبلة كامل. هي الرائعة والجميلة صبا إبراهيم. أشكرك، نورتينا. نورك طبعا، شكرا على المقدمة. فدوى لقلبك، يعني عشت ايدك. فدوى لقلبك. انت متفردة في كل شيء. الحمد لله. وكاشان ما شاء الله، اوكي. وبعد ترى بعدني ما ماخذه يعني على شوك، فكله رسمي. عشت ايدك، شكرا. ايوه، شنو الموضوع؟ دق الخشب، خاف نحزك. يعني ممثلة ودا يقدمك ودا يمدح، ليش هالإحراج هذا؟ ما أدري، ماخذة جو الـ لا، مع إنه هسق بالكواليس ما تشتهيك محرجة. إيه شوفي، بس ماخذة جو البرامج الكلاسيكية. أقدمك كلاسيكي؟ لا لا لا، بالعكس. أنت شفتني أنا كلش هاد، بس يعني هو يمكن دول هيش قاط ورباط ومعنا. لا لا، أنا مو هيش، حتى ما ينطبق علي بالحياة. يعني ممكن يقولون انه صبا كلاس، لانه عادي ليدي اللبس بس انا احس مكس يعني. بس انت ادق مره ثانيه الخشب، ما تكبرين. الحمد لله، هاي نعمه من رب العالمين. شنو سر الخلطه؟ لا وراثه، لا خلطه ولا شيء. اوكي، كنا نهتم. لا انا اهتم بنفسي. تمام، مو تاركه يعني. نهار كله بالجيم انت. اهم شيء اليوم انا ايش قلت؟ قلت اليوم عندي تصوير وشغل، وراها اتغدى، ما اروح الجيم. قلت لا اروح، بس ايش قلت؟ والله حوار داخل. ايش قلت؟ الجيم هو عباره عن حبايه. يعني الكل شيء للاكتئاب اللي فيه، ما يحتاج انت ذا يعني ما تتمرن او ما تمشي او ما تشوف الطبيعه او ما يعني احس تغير شوي. ليش ما تسوي تجميل؟ صح 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 صح. احنا هسه الناس تعرفك كممثله وبالدراما وبالكوميديا، تريد تتعرف عليك اكثر. عندنا شويه اسئله راح اسالك اياها على مود. بس لا اقول لك من عشت ايدك، انت مسويش طبخه لو دي قدمك. بس انت مشتهيه دولمه. اي والله، شوفي سودة علي على الحلقه الجايه. جبت شويه اياها البيت. راح نسالك شويه اسئله تعرف عليك اكثر. اوكي تمام. السؤال الاول يقول بقد الاء لون اجلاء؟ اني احنا تقريبا جيل واحد، بس انا بقد نجلاء. قد نجلاء بعد ايش كتكوته؟ الا اكبر من عندك 80، مو كبيره. باكه لو كرواسون؟ لا باكه واقعيه، ومو مو كرواسون لا لا، اريد باكه. اصلا صار لي شهرين هم نفس الحاله، نفس الدولمه. هم اناشد واحكي اقول حكايه وما حد فاجئني. يعني باكه؟ اي باكه. اسود لو بن ازرقي؟ اسود، ملك الالوان. يعني مو بنزرقي والوان وكذا؟ كان اشراد غازي يحب كل الالوان يلبسها ويج. حلو حلو، يعني احيانا حسب المود، لكن اني لبسي الاحبه ولون يعني كل اغلب الاشياء عندي اسود. تفضلي شربت شاي. عشت ايدك. عشت ايدك. هاي عشت ايدك شنو؟ ما اعرف الحلقه هاشتاج عشت ايدك. هو ده يمدح بيه، ده يقدمني. عشت ايدك شنو؟ ده يطبخ؟ والله ما ادري. مكتي اكل؟ حامض حلو لو احلام سنين؟ لا كل واحد. لا لا ما حدا. شنو هاي؟ اصدق الونسه لتونسها واستمتعها من احضر مشاهد حامض حلو من امثلها. اختاري حس نفسي اصغر 10 سنين. كوميديا لو تراجيديا؟ بس ما اقدر. لا أنا كل سنة أختار. أنت الكوميديا خلت الناس والأطفال يحبوك أكثر ويتعرفون عليك أكثر. من خلالك أرد أقول شغلة. قولي. السنة اللي راحت فبعض الفنانين والزملاء إيش يصورون إنه أنا مثلاً ما جتني دراما وما اشتغلت. هو أنا كان قراري من الداخل راح أروح أرجع من يعني جاني العرض حامض حلو، قالوا لي هالسنة تلتحقين بينا، لأنه اللي موسمين تقريباً ما نازلوا وياهم. صح. كان عندي غير دراما. وهم يدرون. هم قناة واحدة بصراحة. صح. هم يدرون مؤسسة تدري. فأني اختاريت قلت لا راح أروح الحامض حلو، عاجبني أضحك، عاجبني أتونس، عاجبني أتقرب أكثر للناس والأطفال. فرحت، إجتني عروض أعمال، صار ظرف كذا ما إجت عدلة. قلت أوكي لا بأس أطلع بالكوميديا أو أطلع بحامض حلو. نغير السؤال،
اوكي فالقصد شنو؟ اني انوع هالسنه اتصلوا بي حامض حلو قلت لهم عندي دراما وياهم الدراما ها قلت لهم راح اشتغل يعني هاي السنه ماكو كوميدي وبكل صدقتهم حابه اشتغل دراما قالوا اوكي يعني ممكن السؤال يكون من اللي سوى شهره لصبا ابراهيم اكبر حامض حلو لو احلام سنين لا لا هي كلها عباره عن ابنائي لا 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 ولا ابناء ولا شيء مرحله انت اسم مكونه من 99 بلشت بس احلى ما بالفنان احلى ما بالفنان يذكر نجاحاته بالمحطات مراحل مختلفه يعني مثلا هو جزء اخفق بمكان بعدين صعد نزل صعد فاني هذا الصعود والطلوع هاي يصير عندي طبيعي زين. فرجعتي الحقيقيه من خلال كوميدي وحامض حلو بال 2018 بعد الاربع سنوات اخفاق على مستوى الدراما فرجعت بشيء جديد بعدها اشتغلت كمامات وطن احلام السنين طيبه طيبة انت ترك اثر لما طبعًا. انتقلت راسا دور الام صح وهكذا انا احب دور الام بنتك بقدك لا لا مو قدي البنيه صدق هين انا صغيرونه لا بنتك بقدك زين ايناس لو اسيا لا عافيه اثنينهم لا في دول الله والله احبهم اثنينهم واثنينهم حلوين واثنينهم اقول لك خربتي الفقره اي ناس لو اسيا لا يعني ايش يخلصني اي ناس لو اسيا اسيا ناس اي ناس اسيا زين يعني احنا شفنا مسلسلين يوثق شخصيات لمطربات اي ناس طلعت بعفيفه اي وآلاء طلعت بسليمة باشا مراد مع طبعا حفظ الالقاب ست آلاء وست اي ناس انت إذا عرضنا عليك أو شركة وحيدة عرضوا عليك وحيدة خليل يعني كيفك وحيدة مائدة شوف هي هاي الأحلام العصافير فواحد كل ما يكبر يعني يشوف لقاء إلي يقول هاي أجدا أحكي هسه أنا مثلا بالبرنامج بعد سنة من أشوف أقول شبية هنا متوترة شبية فالقصد أنه هسه السيرة الذاتية للفنان بمصر صارت عليها انتقادات كبيرة ويقولون هذا مأزق كبير للي يدخل بسيرة أدري بس سعاد حسني أهم الفنانين انتقدوا أنه ليش اشتغلتوا سعاد حسني أدري مو سعاد فمسؤولية القصد عدها لقاءات عدها أفلام بس مثلا وحيدة خليل ما عدها عدها كليبين بطرق الكليبين إيه بطرق القصد أنا بالنسبة إلي كصبة دا جاوبك بالنسبة إلي مع اللي يقول أنه هي مسؤولية من تختارين؟ بس لازم نختار وانا طبعا مائده يلا مائده اسهل شباب احنا عندنا فيديو لمائده صور يلا خلينا نشوف خلينا نشوف وراح تقلد لنا ست صبا قول قد لي غني غني وياها تسرح الشعر ليالي سالت عني اللي مر اللي مر كل حمام الدور كاميرتك صدق صدق نفس البوز الله الله لو شويه بس يعني متمرنا عليها بس صدق تعطيها شبه اي ليش لا اني احقاني يوميا يشبهوني 100 مره وأقول كل الناس حلوين وكل الناس يشبهوني وكل الناس ما يشبهوني ها هذا غرور حيرة هذا غرور أنا راح أنطيك كريكت لأن الجواب راح يكون بوسة لو بوكس أوكي حلو بوسة يعني أنه حبيته أنا أو بوكس يلا هذا جدي سولف أوكي نروح لهذه الفقرة يلا راح نشوفك أشياء وتقولي لي عليها بوسة لو بوكس تم بس مو بدون دبلوماسية بالفقرة الأولى كنت دبلوماسية ها يلا لا احنا يلا نسمع 18-27 دوايسين اسميسين دوايسين ركشنشان مايسين دارسين بيارسي شدون نايسين انا بس بوسه
فنان كبير مكة عواد. أو بهذه حلبة القانون تحسيه هو وحد مسلسل تلقائي، وأنا مشتغلة أنا وصغيرة ويا مسرح أستاذ أستاذ بالتلقائية. إيه أي. وأنت هم تلقائية ترى؟ الحمد لله الحمد لله والشكر. أي. يعني بوسة الثاني ما تجاوبين مخشم اليابس ما تجاوبين ايش لك لا تتدخل دخل عيني اسمك محاسن انت ما عليك محاسن محاسن بس قولي له صباح الخير مخرج ما في داعي سمي الجاسم لا تتدخل اصدقائي اسراء ويمكن سولف وقفه بصفه سولف وقفه يا طبعا زميلاتي واصدقائي وكل المراحل احنا نحبها اللي قدمنا يعني اقول شو شنو هالاداء هذا الاوفر هي طفلة هي مراهقة هنا أسراء أدري المخرج مسؤول عنه أنا عندي أعمال مهسئته وهمين بالنسبة لكم أنه صبا ممثلة الأدوار هذا مين انخلق من التجارب اللي مثل هاي أدري بس نمثل وما نعرف بس يعني مثلا هسا المخرج احكي أنت كاميرا علي احكي أنت شنو هاي ايه بس بعدها هي قدمت عمل كلش حلو أنا ما أقصد المصير. أنا ما أقصد كممثلة أقصد كعمل بصورة عامة ممكن بوسة حلو والله كنت دبلوماسية لا أنا حتى بالحياة أحب ألمس العذر للآخر يعني بوسة أي بوسات يا أصدقائك نشوف اللي بعده خان جغان طبعا قاسم السيد القدر ذا ما يحتاج مخدة عدي والله بوسات بس انتقدوه استاذ قاسم صح بس انا كنت اروح على مود هاي الادوار مالته مال يلبس بنيه هواي ممثلين فنانه واتعنى له اذا هو عنده جمهور عنده جمهور اكيد انا واحده من جمهوره قاسم اروح يعني بوسه اي طبعا نشوف الـ 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 الاخير الله هاي قبل 500 سنة؟ لا بالضبط نهاية 1890 بشهر 11 على 99 بوسة لو بوكس؟ بوسات طبعا هذه هنا هي ترى ست صبا كانت ايه ايش قد عمرك كان هنا؟ اذا هي بال 16 ايش قد تحبني ابداعك عيوني عليك 16 انا هنا كنت ناجحه من الثالث متوسط اعتقد شلون تم اختيارك؟ ايه احتمي يعني لا صدفه مثل الايفنت مدري شنو هذه يم المرسى يعني كان تتذكر قبل مصر هاي الحفلات صح كان موجود دا يصور هشام خالد وشافني وقال هاي البنيه كلش وجهها واني اصلا تقربت لهذا الجو مع انه استحي وكذا بس تقربت من شفت حاتم وهشام خالد يعني انا صرت اريد ابين يعني وبعدين طبعا بوسات لانه هي هذه جواز العبور والتذكره اللي دخلت بها لمجالي الفني البدايه طبعا نحيي الفنان الكبير حاتم العراقي اكيد وصبا كانت كلش صبا وبعدش لا تزالين صبا تدري مرات احس شكلي بعد هسه رجعت يعني هسه من كبرت وصرت اكثر نورمال وما اخلي ميك اب هواي وشعري رجعته مرات كلش احس انه اني بعدني ويكتبون الناس انت وجهك عراقي حيل اي يعني العين الوجه الدوره الكذا فتنفعين بالادوار العراقيه الحمد لله طبعا طبعا يعني. عراقيه وافتخر اكيد بملامحي سومريه غرور كل يعني هاي لازم يلجمالك سومري نظرات عينك بابليه يلي شوفك عيدي لي يلي شوفك عيدي لي تلف باللحن والايقاع والهاي مشهور ابد هسا نروح للمشهد الثاني او الموقف الثاني اوكي اللي هو عندك عرض بالمسرح الوطني اوكي مسرحيه شغلت السياره ما اشتغلت حظ مسخم ملطم ما اعرف ما اعرف مصب حب وجهمن اليوم فعفت السياره اخذت تاكسي اوكي على ما تلحقين على ما هذا وياك الملابس مالتش ما اعرف وصلت للباب ناسي الجزدان اويلي زين انت بالتاكسي اني صبا يا معود لا لسه انا ما اعرف شفت انا اقول لك شغله ومرات من انت متهيئ وتريد تدفع وهاي ما يقبلون ياخذون منك ومرات بالاحراجات والله من مثلا تقول
انا مثلا شايل بس هالقد راح اشتري هاي لو لا ايه؟ تحسي يتعاملون وياك جد ياكل ولا يشوفك جد يعرفوك مثلا 70 يا معود لا اخر شيء هيك يابا بس اني هسه ابو التاكسي اتخيل من هاي الفئه الثانيه افتح اليوتيوب شوفني انه لا جزداني ما ناسيته ناسيته انتظرك اي انتظرك فهو قال لك انتظرك وقف راح تخابرين احد اكيد يطلع لك فلوس من المسرح الوطني طبعًا. لازم وين راح تخابرين اي لانه اهلي بعاد وانا واصله لمكان شغلي اعتقد اللي هيك احسه دائما شي عنده طاقه وموجود ممكن حتى لو عنده فلوس عنده الصبح ومواقفه والله يعني ممكن بالفقار بالفقار ناخذ التليفون تخابري يلا يلا شباب التليفون التليفون راح يجيبون لنا بالفقار صراحه حيدر عبد الثامر هواي من اصدقائي اللي من جيلي طبعا بالفقار وحيدر عبد الثامر نحييهم شكرا راح تتصل الصبا بيد الفقار تمام بس لا يقولها ما شايل فلوس وقولي له لا هو ابو نخوه والنعم والنعم بس مو تقولي له 2000 دينار انت جايه من عكه فاقل شيء 15 تمام اوكي نفتح سبيكر اكيد بس مو اني هذا عندي جهازي الثاني زين اوكي جهازي الثاني اللي الو هلا صباوي هلا شلونك عرفت من صوتك زين هذا حافظ الرقم الثاني الحمد لله شلونك شلون صحتك ذو انا شويه محرجه سته اريد ال 10000 رجاء دوقف جزداني وموبايلي نسيتهم لا ما شايلين فلوس ليش طلعوا ابو التاكسي ابو التاكسي ما ادري شلون شخصيته يعني اقول له ضاج اقول له اوقف زين بالقراج خلي يجيبوا لي العشره زين اوقف من هاي الجهه ما اعرف طلع ويسوي طلعت نجوم هي بس اطلع لي برا تقدر تطلع لي برا تجيب لي الكروه انت وين تمرين ما صدق كذي في دول عينه كان علي شنو 15 يا معود انا بالاستوديو حتى ما اعرف اكذب عرقت تحياتنا لك استاذ فقار اني برنامج سبعة وهسه عافية شلونك استاذ حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك امورك نورتنا؟ زين فرحت لان شفت اخسر 15 يعني انت ميت على 15 صدق تحكي؟ وقالت اخويا وصديقي وابو نخوه وقلت لها عمي راح تخسرين الولد انت على الخالي بلاش هاي طبعا اخت العزيزه صدق كذي لا هي نفشت ريشها بعد هو جايك له راح يجي البرنامج هو المفروض يجينا هو يلا هاي خوش صدفة فهم حلو هذا هذا قلت هذا بس لا تسوي له مشكله سايق بس تنزل اللوكيشن مالك ما اعرف شنو الموضوع عشان هم زين هي تشطتها بعد تتعارك يعني؟ اي عادي دافع على طبعا ما نتعارك على اصدقائنا نتعارك كفو كفو بس هذه دعوه من خلال الاتصال لست صبا انه تجينا للبرنامج شوف حطيناك بالكورنر يجنن البرنامج يجنن اي حصرناك بخانه اليك تجينا للبرنامج تمام ان شاء الله ان شاء الله حبيبي نورتنا شكرا مع السلامه وصبا ايضا نسلم عليك الله يسلمك حبيبي شكرا حبيبي 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 لا طلعوا يخبر طلعوا جماعتك ما شاء الله التليفون راح اخذه لي دخلي زين الموقف الاخر هاي كاميرتك ايه شخص حبيتيه نعم ولازم تعترفي له بحبك نعم هاي كاميرتك والله ما اعترف ولا اريد واللي العدوين صبا الممثله هذا اختبار تمثيل انا هسه شنو طلعت انا اعترف إيه؟ لا كملي المشهد انا قبل شوي قلت لك انا ما اعرف اكذب انا هسه بمرحله ما اعترف راح اغير لك اياه شخصيه اسمها تسوان في مسلسل حبيتك من اول بوعه تسواهن حبت عليوي من اول بوعه وعليوي مطنش يعني تسواهن تمر من يمه يا معود ابو الغيره جيمر وكاهي والله لو يا معود التفت ظهر بايع الثول عليوي احسن فوصلت الى نقطه تسواهن يجب ان تعترف لعليوي تقول له انتبه يا عليوي الى متى هاي الكاميرا الممثلة لازم أمثلها لأنه بالحقيقة أقولها وبكل ثقة
مو انه عيب واحد يقول، بس انا ما دام بهاي المرحله انه انا اصلا يعني انسان اكابر كل شيء هواي. ريبيت افتر نون. انا اكابر كل شيء هواي. لا تقوليها اذا تحبين شخص قولي له. نو ها تعبرين ليش من يا باب ما اعرف همنا هذا برج القوس الكبرياء من باب انه جزء انا فاهمه غلط وتجيني احساسي هو اللي يوجهني لكن الشخص المقابل مثلا لا. فممكن انت تقول وتحسس الشخص طبعا اولا لمحله يعني اولا دا احكي بهاي المرحله العمريه السابقه يعني هذا الحكي هسه مو دا اكبر نفسي بس صار يضحك بالنسبه لي اباوع واكو احساس وايلو لا لا بصراحه ابدا لا ابدا. واذا تسواهن كممثله زين بعد يعطوني هيك ادوار مال حب يلا تسواهن بعد ليش يلا انت اساس انت شوف حتى تثبت لك انه منتهي الشعور عندي علياوي مهم الموضوع مطنش تسواهن ادري بها حلوه هي وصاكر هو صاح لك والله خوش بس الموضوع مو يهم صاح لك وما يباوع اساسي عشت وباكر عقبه يتزوج وحده في بالي اشياء وامور شغلات البزنس طلع عليه وبزنس مان شايف نفسه على شنو والله ما ادري زين نروح للمحطه اللي بعدها محطة اللي بعدها أنا ممكن انكتل بيها يعني بعد انت ومروتك يلا انت ومروتك محطة اللي بعدها يقول منو اللي بالصورة راح نشوف الصور وتقول لي إنه منو اللي بالصورة يا اما انت تكتليني يا اما اللي بالصورة يكتلني لا اذا ما اريد احكي او اريد تشيلوها اقول لا راح تكتلوني لانهم هن صديقاتك يلا الصورة الاولى من اللي بالصورة انت النزار لا تكتلك 100% لين قد ما تحب نفسي وش اقول لك هند على محمد رمضان اي واذا صير ولد هيجي الله يسعد يعني الله يسعد شلون طلعتي امها شلون طلعتي امها شوف اعتقد احنا الا اذا نكون انا عمري 13 سنه ومتزوجه يلا ففعلا انه هنوده هي اختي الصغيره لكن هذا التحدي بالتمثيل احنا اي مخرج واي منتج يعتمد على العمر الحقيقي يضيع بها الفنان يعني انت كبرتي نفسك بالمكياج كبرتها روحيا طبعا وحتى من زاد وزني ما اهتميت اني يعني لانه لو اصير لو اصير كلش سلم نصير كلش خوات فأنا من تجيني شخصية هيكي عادي أبقى شوية ممتلئة يعني حتى تساعدني أكثر صح وأكثر صح وهي الأم اللي الزوجة صغيرة وكبرت وياها بتها وصارت مراهقة وهي جميلة وهذا ما نشوفه أصلا بالشارع العراقي اليوم الأمهات صغار وحلوات صح 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 وأولادهم كبرة هند ممكن تزعل علينا؟ لا لا تكتلنا؟ يعني شوي يعني ممكن نشوف الصورة الثانية بس حلوة هم حلوة السماء هم حلوة اي هم حلوة الصورة الثانية من البصورة معقولة؟ ثعلب وكذا وهيجي من البصورة ما اعرف صديقة هم راح تكتلني بس اوكي تمام لا صدق ما عرفتها والله والله صديقة طلعتي وياها انت كوميديا الاء الاء بس مغيرين كل شيء شنو لي طالع لانه مغيرين على هاي الصوره فحسب الميك اب الاء فنانه مبدعه وخلوقه المسلسل الاخير مالتها شفتي اللي طبعا شفتي اكيد حتى لو مو بنفس التايم اول ما ينزل ايام وكل مره اشوف حلقه واكو اغلب الحلقات يعني حبيتها بتشتني هي احساسها مختلف وهي اصلا متفرده بالأداء. متفرده متفرده بالاداء هسه ممكن تكون هي النجمه رقم واحد ليش لا بالعكس فخر ممكن. فخر شوف لما انا يعني والله احكيها من قلبي يعني مثل قبل سنتين انزعج من هاي الالقاب هسه لا خلي الاء نمبر واحد انت نجمه حاليا لا العمر والنضج والثقه بالنفس والتجارب ونجاحك انت فاكيد تفرح لنجاح الاخرين وأساسا أنا أقول إنه هي خلي واحد لوش ما يلقب
نفسه اذا ما كان الجمهور، فاحيانا اني اقرا الجمهور يكتب لها وكاتب لي الي نمبر 1 هواي ومستمتع بنجاحي وهي كذلك، ويمكن اكو غيرنا من الجيل الاصغر انت احلى شيء هسه، فاعتقد انا تصالحت مع هذا الامور. شوف الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها من البصوره يا حبيبتي سولاف. سولاف اذا صارت ولد تصير حلوه. اوه وهسه مزينه معودها مزينه بنيه كان هجمنا. اي سولاف، سولاف صديقه ما راح تقتلني لان انا اعرفها على المستوى الشخصي. تحسين انه الضوء ابتعد عنها؟ لا لا لا، يعني هسه مدى اشوف اكو ادوار لسولاف؟ ما نلحق كلنا، يعني انا العام وين الضوء عني؟ اشتغلت حامض حلو، جمهوري يحبني بالشارع، جهالي يعرفوني، لكن بالوسط مترقب ومنتظر مثلا جزء غير شيء. زين. لقاءاتي كانت قد يكون واحد او اثنين، فاكو احيانا انت هي السنه اللي راحت اختارت دراما. وما شاء الله شغلها ماشي على مستوى الدراما، بس ممكن صارت انتقائيه اكثر. ممكن. قلت بالاعمال وعندها بزنسها الاخر يعني شغلها الثاني. زين زين، ظلمتها يعني ظلمها اختيار الادوار، لان هي كانت دائما تنحط براكور الكوميدي وهي كلوغله. تجنن بالكوميدي. كلوغله يعني. تجنن. ابتعدت عن التراجيديا والمخرجين والناس حطوها بهال. خلي تدفع الثمن انه تحسها شويه طافيه، بس خليها ترجع بقوه لانه بنزف جنوبي كانت رائعه. صح. احييك. انا احب سولاف بالدراما بضربه زاويه. قمة بالإحساس والتلقائية. صح. فموفقة موفقة إن شاء الله. بس الجمهور وكأنه نفر من عندها إنه هم يحبوها ضحوكية وكذا وطاقة وأنيرجي. بس هي صارت بضربة زاوية. صح. بهذه الشخصية للأمانة. حتى صح. مشهدنا أنا وياها مشهد الولادة. فإذا الممثل لما شوية يهدأ ويبدي يختار تحسه أخفق. يعني أنا ردت. لا تدفع ضريبة هي. تدفع إيه الثمن مثل أنا حسيت انه خل انزل كوميديا وخل اكون متفرج ما دام ما اجاني النص الدراما اللي فعلا ارجع به بقوه، فهدأت مع بعض الظروف وان شاء الله هالسنه راح اعوضكم تعويض تام وراح انزل بشخصيه. إيه شنو؟ قولينا تقولينا؟ لا ما يصير، بس شخصيه بقى 3 أشهر رمضان، شخصيه ما معتادين علي انه ممكن مركبه؟ مركبه وسلبيه، بس هاي اقدر اقول شريره؟ ياس. وأخيراً وأخيراً يعني هم تحدي جديد لنفسي، تحدي مع نفسي. أنت راح تجاسفين. الصورة الأخيرة صباح. بس أنا تشبهيني. لا أشبهك وأشبه شوية ابن أخوي، شنو هالعيون الحلوة في الدول الله. صباح شو تقولين الصباح؟ أحب اشوفها انسانه جيده. شو دمعتي؟ ايه. ليش؟ اريدها تكون زينه، اريدها مو زينه انه هي سعيده وهذه، لا هي خد تكون سعيده. بس هي ما راح تكون سعيده اذا ما تكون من الداخل بتغيير ايجابي مستمر، محبه للناس، محبه للاخرين، محبه لنفسها مو كلام لسان، محبه لي يعني محبه وسلام داخلي. أتمناها دائما تكون بخير من جوا من الداخل. أعرف أنا آسف. لا بالعكس بالعكس، هاي المشاعر خليها. أنا قلت لك أنا أضحك وأبكي وإنسانة طبيعية. أنا آسف. لا بالعكس بالعكس. يلا يلا بسرعة يلا يلا شنو بعد؟ أنت نجمة كلش كبيرة. إحنا كلش فرحنا اليوم. وأني سعيدة البرنامج رائع. كلش ويا رب يكون اكثر واكثر نجاح وانتشار. يعني شنو اللطافه وشنو هل هيك يعني خفيف خفيف حلو. انت ما كنت ضيفه، احنا كنا برحابك. شكرا. انت نجمه كلش كبيره، نجمه راقيه، احنا نفتخر بها ونتعلم من عندها كل يوم شيء. اليوم تعلمنا من عندك رغم انه انت تلمعين، بس اذا اكو بداخلك شيء مكسور خليه يطلع عادي، خلي الناس تشوفه. انا اشكرك. شكرا شكرا, شكرا لكم. شكرا شكرا, شكرا, شكرا. يعني برنامجي على عناد الزملاء الوياي يستضيف صبا ابراهيم. ان شاء الله كلهم يجون لك سولاف وذو الفقار. ان شاء الله هاي دعوه لسولاف ايضا. لازم هاي الوجوه الشابه الحلوه ونجومنا الحلوه اكيد الحلوه. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا بعد هذه الحلقه الجميله اللي بها وجوه حلوه وجميله. نلتقيكم الاسبوع الجاي، مع السلامه.